انطلقت النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني لمبادرة فرسان 2030 التي تسلط الضوء على الكفاءات الوطنية من الشباب السعودي التي يفخر الوطن بإنجازاتهم في جميع الميادين. تأتي هذه المبادرة التي استلهمت فكرتها من رؤية 2030 في إطار صناعة منصة متخصصة تستهدف توثيق وأرشفة وإبراز إنجازات الشباب السعودي ذكورا وإناثا في مختلف المجالات العلمية والرياضية والصحية والاجتماعية والثقافية وجمعها وفرزها ضمن منصة واحدة. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو عبد الرحمن الشهري المشرف على صفحة 20 أو فرسان 2030. أستاذ عبد الرحمن صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. أهلا وسهلا. أنتم في البداية كيف جتكم الفكرة؟ هل هي مجهود فردي ولا مجهود يعني مدعوم من جهة معينة ولا إيش؟ طيب، أول شيء أشكركم على الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج. حياك. المشروع هو جهد شبابي في المقام الأول، مجموعة من الشباب. الدعم غير موجود حاليا، لكن الجميل أنه المشروع يعني يستمد روحه وفكرته من رؤية 2030. صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المشروع اللي أطلق اللي هي مبادرة السعودية 2030 كان يتكلم كثيرا عن دور الشباب في هذه الرؤية وأنهم عماد هذه الرؤية. ومثل ما تعرفون السعودية فيها 60% من المجتمع هم من مرحلة الشباب. فبالتالي إحنا أمام تحدي كبير، من هم الشباب اللي راح يسعون في تحقيق رؤية 2030؟ وصلنا من خلال بحثنا وتركيزنا على شبكات التواصل الاجتماعي ومعرفة الصورة الذهنية عن الشباب السعودي في شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدة أمور. كان من أهمها أنه الشباب السعودي القادر على تحقيق رؤية 2030 هم الشباب المكافح لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات دون تخصيص مجال معين. هذا فتح لنا آفاق كبيرة أنه إحنا أمام تحدي كبير. كامل فريق العمل هو متخصص في كل الأدوات اللي نشتغل فيها. فبالتالي إحنا ندرك مدى الحاجة إلى وهذا يمكن المشروع بشكل صريح اللي هو تعزيز الصورة الإيجابية أو تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الشباب السعودي من خلال مجموعة من الأدوات والأنشطة اللي تسلط الضوء على الإنجازات السعودية. بس عشان يعني نوضح الفكرة أكثر، يعني هي الهدف من شقين، أولا تحسين صورة الشباب السعودي في وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكرت، وكمان إعطاء دافع للشاب السعودي أو الشاب السعودية في وتوضيح إنجازاتهم. معلش بس أنا عندي سؤال، يعني طب إيش هي المعايير كون هذه المبادرة مبادرة شبابية؟ إيش هي المعايير اللي حطيتوها خاصة أن هي في عدة مجالات علمية أدبية رياضية؟ على أي أساس راح تختاروا الإنجاز؟ إحنا حاليا بنشتغل على تكوين لجنة متخصصة. الآن نعتمد في اختيار الفرسان على الفرسان اللي ظهرت إنجازاتهم على للإعلام، لكن حريصين جدا على اختيار الشخصيات اللي لم يعطيها الإعلام حقها من الشباب السعودي حتى نسلط الضوء عليهم بشكل. كيف راح تعرفوهم؟ بشكل أكبر. عندنا فريق بحث ورصد. أنتم تبحثوا عنهم. أيوة عندنا فريق بحث ورصد وتواصل مع الجهات المعنية لأخذ بيانات الفئات المستهدفة. طيب، النقطة الثانية أيضا، الآن الشخصيات اللي أنتم تركزوا عليها، هل عندكم فكرة أنكم توسعوا مثلا هذا الموقع بحيث أنه يتحول من مبادرة شخصية إلى جائزة مثلا تكريم لهؤلاء الشخصيات، فتح باب التصويت مستقبلا، ولا تنتظرون الدعم إلى أن يصل لكم ومن ثم توسعون مشروعكم؟ الطبيعي أنه أي مبادرة هي بحاجة إلى دعم لسببين. السبب الأول اللي هو تحقيق أهداف المبادرة، زين، والسبب الثاني اللي هو الاستمرارية، لأنه إحنا برنامجنا ليس برنامج إيفنت أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام ينتهي، إحنا بنعمل بشكل مستمر. الخطة الأولية قصيرة المدى هي 3 شهور فقط، فما بالك نتكلم على خطة استراتيجية تصل إلى 2 سنين لتحقيق هذه الأهداف. طبعا لما نتكلم على الأدوات نحن نتكلم استنادا إلى الأهداف. عندنا 3 أهداف رئيسية. تعزيز الصورة الإيجابية الذهنية عن الشاب السعودي داخل المجتمع السعودي، لأنه الشباب السعودي بحاجة إلى هذا التعزيز والثقة حتى يقدم على أو حتى يتم تحفيزه إلى تحقيق نجاحات أفضل. الهدف الثاني التعريف المجتمعات الخارجية بالكفاءات السعودية. يعني هدف من شقين، داخلي وخارجي. وخارجي. الدكتور عادل الجبير الله يحفظه وزير الخارجية في كذا موقف هو يعدل ويصحح الصورة الذهنية عن الشاب السعودي في مؤتمرات إعلامية. صحيح.
وإحنا لا نلوم الأجهزة الإعلامية الخارجية أنه إحنا قصرنا في تقديم محتوى على الأقل إلكتروني يعرف بالكفاءات السعودية. كم لغة الموقع؟ إحنا الآن مطلقينه باللغة العربية، في غضون شهر إن شاء الله حتنطلق اللغة الإنجليزية، ومستهدفين 6 لغات بإذن الله عز وجل خلال. متفرغين للموقع وكم عدد؟ لا والله إحنا لسنا متفرغين للموقع، إحنا ما هي مبادرة. العدد تقريبا حدود 10 أشخاص كلهم من تخصصات فنية تتعلق بمجال المشروع، لذلك لو ترى مستوى المنصة والعمل فيها بفضل من الله عز وجل الإشادات كبيرة من اللحظة الأولى. ممتاز. من خلال بحثكم هل في أي شخصية تتبادر لذهنك أنه لفتت انتباهك في خلال عملية البحث؟ كفرسان سعوديين؟ فرسان أو فارسات؟ أو فارسات. من الفرسان أنا بالنسبة لي حصل موقف شخصي، حسام زواوي يعمل في كان ضيفنا قبل أسبوع. ممتاز. كيف تكلم على مزرعة الدم؟ صحيح. لا مزرعة الدم لا كان يتكلم عن الكهوف والبكتيريا الخارقة يسموها الفيروسات الخارقة. هو ابتكاره أو أحد ابتكاراته أنه مزرعة الدم طبيعيا في كل مستشفيات العالم تأخذ 3 أيام حتى تعطي نتيجة الفيروس ومعلومات عن الفيروس. صحيح. حسام زواوي اشتغل على الفيروسات الخارقة واستطاع أنه في غضون 3 ساعات فقط أن يكتشف ما هي الفيروسات المصاب فيها هذا الشخص. هذا كان من أكثر القصص اللي لمستني، لأنه ابني دخل المستشفى فظليت 3 أيام على أعصابي أعرف وش نوع الفيروس المصاب فيه. بينما وأنا في الموقف أتذكر حسام زواوي. فمثل هذه لو تم تطبيق ما وصل إليه من بحوث كنت ارتحت خلال. نشوف أيضا شخصيات مثل محمد التركي، وأيضا على هذا صعيد ال محمد الشريف من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإنتاج السينمائي. عندك كمان العالمات في مجال الطب مثل غادة المطيري أيضا. صحيح. مين كمان في شخصيات باختصار شديد يعني قاعدين تشتغلون عليها من الممكن أن تضيفوها وتدرجوها للقائمة؟ أي عندنا أسماء كثيرة، إحنا طبعا نستهدف الوصول إلى 1000 فارس في غضون شهرين إن شاء الله عز وجل. وجاري العمل يوميا على رصد وبحث وتحرير، لأنه إحنا إيش بنسوي؟ بنجيب الفارس ونعيد كتابة قصة الفارس من جديد. ونصمم إنفوغرافيك ونصمم موشن جرافيك خاص بهذا الفارس. فلك أن تتخيل كمية الداتابيز اللي راح تتوفر عندنا مع محتوى نوعي للتعريف فيهم. كيف تعامل الجهات المعنية معكم؟ والله لسه إحنا المشروع النسخة الأولية التجريبية بدأت الأسبوع الماضي، فلسه بدري نحن نشوف ردة فعل، لكن ردة فعل الجمهور والفرسان كانت جدا رائعة، مشاركين معنا بالهاشتاج ومراسلينا بشكل كامل. منكم توفيق. شكرا لكم. شكرا.